واحد حتى كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت فيها على خلاف مع أي أحد أو مع أي فصيل سياسي أو مع حزب ربما في داخل المملكة المتحدة أو في أي بقعة أخرى من العالم، ولكن الملك تشارلز بعد أن ذهبت إليه الملكية الآن كانت لديه ثغرة ربما مع الكنيسة الأنجليكانية، تتذكر بعد وفاة الأميرة ديانا، أليس كذلك؟ هل تؤثر عليه الآن؟ يعني صحيح، هو لديه كان مشكلة مع الكنيسة ومشكلة مع بعض الحكومات السابقة ومشكلة مع بعض يعني التوجهات الإيديولوجية ومشكلة بضغطه على الحكومات بشكل غير مباشر بخصوص يعني حماية الطبيعة وحماية البيئة، فبالتالي لذلك أنا قلت أنه لن يستطيع أن يكون له ذلك اللمسة السحرية التي كانت لدى الملكة التي استطاعت لدرجة كبيرة المحافظة على استقلالية عمل السياسة عن المؤسسة الحاكمة. يعني دور الملكة كان جدا بعيد عن الدور السياسي اليومي الذي تقوم به الحكومة والتركيز على الأمور التي يعني تكون حاسمة ومصيرية والتي يحتاجها الشعب أن تتدخل بها، أما أكثر من ذلك لم يكن لها الدور. بينما نلاحظ أن الملك خلال فترة كونه ولي العهد كان له يعني رغبة